والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ونبارك لإخوانكم في ليبيا ثباتهم وغزوتهم المباركة ودخولهم إلى بلدة الفقهاء. أظهر شريط مصور عثر عليه مع أحد قتلى أفراد داعش في ليبيا مجاميع من المقاتلين المنتمين للتنظيم وهم يجهزون أنفسهم للانسحاب من مدينة درنة باتجاه مدينة سرت. طرابلس الآن خرج من أيدي السراج وأصبح في أيدي الجماعات الإرهابية.